وجودك في النادي الأولمبي في موسم 2004-2005 اسم ريعو يعني في الدوري الممتاز طلع، كان هو سبب من الأسباب اللي انت خلاص الناس تعرف ريعو، فعايزين نعرف كان ايه الأسباب او ايه اللي حصل بالظبط. هي طبعا البدايات كانت في نادي الاولمبي، كابتن مصطفى يونس اول ما جه نادي الاولمبي طبعا شاف مجموعه شباب، كنت انا واحمد عادل وبوجي وجاكسون يعني وحسن سوسته، يعني ناس معينه كده، والناس دي كلها مشيت لعب الدوري الممتاز في السنه اللي ورا منها. احنا صعدنا بالفرقه من الممتاز بي في 2004، وكنا اقل فرقه في المصروف لان النادي اعتمد في الوقت ده على ابنائه، ودي حاجة طبعا دلوقتي بقت مشكلة جدا في الكرة المصرية، حتة أبناء النادي، لأن دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها أبناء نادي للأسف الشديد. دلوقتي الناس بقت طبعا أنت عارف رؤساء النادي بتخاف على حتة إن هو عايز يقعد على الكرسي، فحتة إن هو عايز يقعد على الكرسي دي بقت عاملة مشكلة، بقت كل نادي فيه أولياء أمور أعضاء نادي عايزين أولادهم هم اللي يلعبوا وهم اللي يكونوا موجودين. طبعا الكلام ده على أيامنا إحنا كان ضعيف جدا، لكن دلوقتي بقى بشكل كبير جدا في الكره المصريه، ويمكن ده هو اللي اثر في الكره المصريه. لعبت في 2004 مع كابتن مصطفى يونس وربنا كرمنا في دوري الترقي ان انا جبت 3 اجوان، كانوا سبب ان الاولمبي صعد. كان جونين في بلديه المحله في المحله، وكان جون في طنطا في الدقيقه 90 تقريبا، وربنا كرم في السنه دي. بعد حوالي نادي الاولمبي كان بقاله 20 سنه ما صعدش دوري ممتاز، او 10 سنين تقريبا، كان 10 سنين كان 96 واحنا كنا في 2005، كان بقاله 9 سنين تقريبا. احنا لو بنلعب احنا النادي الاولمبي دلوقتي بالجيل بتاعنا ناخد الدوري، تاخد الدوري الدوري اللي هو موجود دلوقتي، تاخد دوري من اهلي وزمالك اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي.